أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصبتهاي مع السند كسو دواد ورقة صباحنامي أعلن سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصبتهاي سبسكرايب سار كميل كفرود دا وراركي قدن بي واصباحنامي أربعة وضبا حساسي أي نوصو سعودو فضلاً نلاتشوك حوق حساسي يا فرماجي يما دحوينا كوحيقين كالمودوك أو قلاف سوكلا دحقالي إيا موشين للدياريي وحا قلاف سوكلا دحقالي مدحوينا وقتك كدامادي محمد عبدالله فرماجي مدحوينا كوحيقين كالمودوك علي الداهر عيد لبدان مسؤول أيا يسكو قلافي حلك قادستي ومدحوينا كوحيقين كالمودوك السميجي وزير كأرمه قدها مامول كالمودوك عبد وايل كدب موران كدا شي لسمها قولها ديغان كايدك مدى بلنبالي مدحوين فرماجة او اي اسكود دوايين وزير كارمها قدها كالمودوك ايا الله شيغي ان او ديدان يهي حلك قادس تي لغو سميجي هلك مدحوين كوحيغين كيو إساقنا كو آد كيسان ايو غو آن كاسي حلبانو كاترسن بارلوان كالمودوك ايا الله شيغي ان اي كو هولين يهين ديارين تموشين كدن اه مدحوين كوحيغين كالمودوك ايغو غرب كهيستا في الله صومالي غار اهان مدحوين وقتي سدا ماد فرماجو مدحوين وقتي سدا ماد فرماجو وحاو كسو جيدا عابد وقت جفدي سا ايانا كوبادان غلاها ديغان كا ايدك مدى بلان بلي لكن مدحوين كوحيغين كاو كسو جيدا مريحان كدقا بلان بلي إساقا إيادادك إسابا ما أغلا سيدا واح لوغو قيبية جفادة فرماجة أو عابد واخدقان أيا بطساتي وزير كان أو كسو جيدو أيو يري حلبان كاتيسان بارلمان كالمدوك عبدوايل أيا لغا عبسي قبائن وحيسا دقال كهوريو بلان بلاي كدب مركي أو غلاها ديگان كأو بديي بيش أو كسو جيدو أو أهتان علي داهر إيو فرماجو تاسي أو آي كعرودين بيلاها كالي كدبنا كنتي إن حلك لغا قادو وزيرك قدها سيكستبها أهاتي حيسا داني أيا عركي سوسي شريرتي قرقور واو كأمسن يهي مدحوين كوحيقين كالمودوك أيا إمن كاللو دياري نيا موشن علوس أو أي دياري نيسو في الله صوماليا غارهان مدحوين وقتك سنة ماذا فرماجو لنا عاكلا مدحوين هدولة قبلات كجوبلان أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي أيا حفيز كالرئيس الوزارة حكومة ديح القارسين تواحاو أسو قدبيي حبناها مامول كجوبلان أغمد نخون أيا قدية دور الشوين كهير فيدرال هير دولة قبلات إيا حالين تخلافات كا أحمد مدوبي أيا وريك تدا أو كوم مقا عابي اللبي إتوان قف أو قدية دور الشدا كوم متالي دونا جوبلان كواسي وو شاقي إنو مقا عابي ستودا أو عسكدي لاتشي أو سميي إيا فولين تهشيسكي توان إتطبدي سبتمبر قدية أو دوان رئيس الوزارة أو حل ساري إنا يسو باران ليسكا حبنا كجرة قدية دور الشدا إيا هوري لو سو مقا عابي إسلاماركاسينا أي عباشاكا سو قدبيين مشرحين تمعارض كاهي أيا شالي شاعيي ليسكا لحدان يتدوى حبناو دقور لدون أيو إن لبدلو جبلان أيا نقطي مامولكي إغو هرييي إيا قاتي تلابو لغو فولين أيو هشيسكي مال مكهر لغو كلا صحيح دي مقدشو كاس او ماشاكا ساريا مدمدوغي رغاذيي هرقلين تدور شوينكا صوماليا لنا عكال مدحوينها بدلان سعيد عبدالله الدني أيا إسكاد ديوان قليي حافظ دا كامبو ee degmada qardho si uu u codeeyo doorashada golayaasha deegaanka ee soo socota madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani ayaa u mahadceliyay gudiga doorashada iyo guud ahaan howlwadeenada diiwaan gelinta ciidamada amniga sugaya iyo saxaafada wuxuuna ku dhiirigeliyay qaybaha kala duwan ee bulshada in laga wada qayb qaato hirgelinta qorshaha ah in awoodda shacabka loo dhaweeyo oo shacabku ay madaxdooda doortaan hirgelinta nidaamka dimuqraadiyadda Puntland oo hadda guuleysatay wuxuu ka mid ahaa yoolashii uu balan qaaday madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani bulshada Puntland ayaana aad u soo dhaweeyay in laga dhabeeyo nidaamka doorashada ee hal qof iyo hal cod si kastaba ha ahaatee madaxweynaha Puntland ayaa asiga is diiwaan geliyay fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah Roble oo xilka qaadisay magacaabi sameeyay sidoo kale iska horimaad ka dhacay magaalada Muqdisho gaar ahaan Dayniile wareegta ka soo baxday xafiiska ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen Roble ayaa agaasimaya loo magacaabay wasaaradaha gaashaandhigga iyo caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Roble ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya u magacaabay xasan maxamed saciid samatar waxaana xilkaasi laga qaaday maxamuud axmed cali fanax oo si ku meel gaar ah u hayay kadib markii wasiirka gaashaandhigga uu xilkii agaasimaha guud ka qaaday axmed cabdi kooshin agaasimaha cusub ee wasaaradda gaashaandhigga ayaa soomaaliya safiir uga soo noqday wadamo badan sidoo kalena wuxuu mar u tartamay madaxweyne ku-xigeenka maamulka galmudug sidoo kale ra'iisul wasaaraha ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada u magacaabay cabdinaasir mukhtaar ibraahim waxaana xilka laga qaaday cabdullaahi xaashi cali qoraalka soo baxay xafiiska Roble ayaa lagu yiri wareegta uu soo saaray ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed xuseen Roble ayaa agaasimaha guud ee wasaaradda gaashaandhigga loogu magacaabay xasan maxamed
هلك أجاسمها جود وزارة دعافة ماتك يدريال كبلشة الله مجا عابي عبد الناصر مختار إبراهيم مجا عابست أوسمي الربل أي إيمان يسو كدب مركي دوان رئيس الوزارة وأودي أي حللكم مجا عابي لها ينك قاضي وزير ده حكومة الصومالية يدعو لتحقلين أي مرحلة ده ودلك كجرو لنا دردرقلين أي حبسمي الصعود كي إسك ورقب كلامها دولة ده سلو فضي وضا شقين تودا أي وحال فريا دمان وزارة ده أي هاي أدها كالدوان أي دولة ده أو أي ورقداني سيدا توسكا يوغو سعوتو إن آن لغاري كارين لانا شاعين كارين غو آن عصوب أو آن أغلاشا لوغو هيلين حفيز كرئيس الوزارة حكومة ديح الغارسين تا محمد حسين روبلي أيا لغو يري ورقد لح إلا باتن كي بشاني ميكا صوب بحدي حفيز روبلي روبلي أيا ورقد ديسا كو عدي يي إن غو آن كاني أو فوضين يو ودا شقين إيو إسل حساب تنكلامها الدولة دا سي حفيز كرئيس الوزارة حكومة دا صوماليا وولا السعودو هولها اللقبان أيو دينا عكال عيدا ما كاترسان كوة أمان كا يكو سوغن دقمدا دايني لا قبل كبنادر أيا ساعده إلا صور دافاي إسكهور إماد وحا آيكو ديلين نين هو بيسنا أولا الشيغي إنو دعك جيستي قيبا كميدا هاي دقمدا سي وررك أيا شيغي إننك هو بيسان أو حيرناتو تها عيدا مدا ميلتيريغا صوماليا إسلاماركاسينا أو دعو جيستي دلن يروكو سوغنيدا حافد سي سي أو كاترسان دقمدا دايني إلا إيه قبل كبنادر وحانا دلن يرهدا أو لغا قاتي موبيلو أي ورقليين سلديغا بوليس كدقمدا سي أو دربع عيدا أو ديرتي هالكاسي كواسي أو توقتي إننك هو بيسنا وررك أيا شيغي إننك هو بيسان انتا آن لدلين أي عيدا مدا أغو تاجين قوري كويا لحافد داسي إساقا أو إسكو دايي إنو إز دفاع وحانا عيدا مدو أي مركي دنبي كود دلين تيدا أي حقيجيين قار كميدا هيدادك ديغانكا لنا عاكالا دعدا حانون بدن أو كدعدي مغاردا مغدشا قبر ير أو مدال لابا مالين أهي لرادين أيي أيا قو دنبين تي مانتا مي كيدي لغا هلي ديكسي وين او يالا قول كميد اي غوريغا اي كو نوليد او كو يالا دقمدا دركين لاي اي مغالا دا مغدشو غابا دا ميد كيدا لحالي او لبادي مالموت اي اغو دن بيسي نولال اي غيري لغو بافين اي براها بلشادا ايا وحا لغو مغا عابي جرين نفس عمر عبداللهي وحانا ميد كيدا لغا هلي ديكسي وين او دوشا لغا سي ساري ديكسي كالا اي جو داري سي آن لو دريمين ciidamada booliska oo gaaray guriga falka uu ka dhacay ayaa sheegay in gabadha jirkeeda uu ka muuqdo jirdil sidoo kalena laga xiray gacmaha iyo lugaha halka afka loo geliyay caaga lagu shubo biyaha la warshadeeyay ee halka liitir ah gabadhan oo da'deeda lagu sheegay 10 sano jir ayaa meedkeeda la ogaaday inuu ku jiro digsiga kadib ur laga dareemay guriga oo dhan taaso keentay in baaritaan lagu sameeyo qaybaha guriga iyo alaabta taala guriga laga helay meedka gabadha ayaa wuxuu ahaa guriga ay kula nooleed hooyadeed iyo aabaheed waxaana sidoo kale la deganaa dad kale waxaana dhamaantood lagu xiray saldhiga booliska degmada Dharkiinlay gudoomiyaha degmada Dharkiinlay guhaada Sheikh Hassan oo goobta meydka laga helay kula hadlay warbaahinta ayaa sheegay in falkaani uu ahaa mid aad loogu naxo wuxuuna sheegay in meydka gabadha yar la geeynayo xarunta dambi baarista CID-da sidoo kale gudoomiyaha ayaa xaqiijiyay in la xiray dhammaan dadkii guriga meydka laga helay ku noola oo ay ka mid yihiin hooyada iyo aabaha dhalay gabadhaasi la dilay dadka la xiray ayaa waxay isugu jiraan ehelka gabadha iyo dad kale oo la sheegay inay guriga la deganaayeen welina faahfaahin lagama helin qaabka uu dhacay dilka gabadhaasi yar oo naxdinta badan. Dagaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.